السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب، ويفقهنا ويعلمنا كتاب الله سبحانه وتعالى. آية وحكاية هي بتتكلم عن أسباب النزول، وقلنا المرجع اللي بنرجع له هو كتاب أسباب النزول. إن أنت كل مادة بتزداد إيمان، كل ما تيجي تقرأ آية وتعرف سبب نزولها، طبعا مش كل آية ورد فيها سبب نزول، وإلا في آيات كثيرة جدا لم يرد فيها أي سبب للنزول، لكن في آيات معينة ورد وراء الآية دي حكاية اللي هو بيسموه سبب نزول. لما بنعرف سبب النزول، وانت صدقني والله العظيم وانت بتصلي، سواء بتصلي فريضة او راتبة او نافلة، وانت بتصلي وحضرتك بتصلي ومستحضر القصة التي جاءت في هذه الآية ومستحضر تفسير الآية، الكلام ده بيخليك فعلا تخشع في صلاتك جدا، وتستشعر المعنى الجميل اللي انت سمعته او اللي انت قرأته عن هذه الآية الكريمة، فبالتالي يزداد خشوعك في اثناء الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي من الامور العجيبة جدا اللي فعلا بتخليك وانت متعايش مع الآية واسباب نزول الآية. يعني لما تعرف مثلا ان عبس وتولى دي نزلت في عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه وارضاه، فوانت بتصلي مستحضر منظر عبد الله بن ام مكتوم ورايح بيكلم النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، فبتستحضر المعنى الجميل ده وانت بتقرأ الآية، وهكذا في كل الآيات. فسبب النزول ومعرفة أسباب النزول بتخلي الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى بيستحضر هذه الآية ومعانيها وأسبابها إلى غير ذلك. النهاردة هنتعايش مع أسباب نزول آية من سورة، لكن هي بتتكلم عن السورة كلها، آية في سورة البروج، وهي قول المولى عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، القصة كانت غريبة جدا جدا، ولذلك المولى عز وجل أنزل هذه السورة من أجل أن يصبر وأن يسلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الفترة الأولى اللي هي الفترة المكية كان الصحابة بيعذبوا عذاب شديد جدا جدا، وحضرتكم طبعا عارفين كيف كان التعذيب من قبل كفار مكة، وكيف كانوا يؤذون أصحاب النبي، كيف كان الإزاء وصل للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم. والنبي طبعا بناء على هذا العذاب اللي هو شافه يعني بيقع على أصحابه ومش قادر يمنعهم ولا قادر يحميهم، ففي المرة الأولى أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة، وراحوا هاجروا الهجرة الأولى وبعدين الهجرة الثانية، ثم بعد ذلك أذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة من أجل أن يقيموا دولة للإسلام. ففترة التعذيب في مكة بقى طبعا كان واحد زي بلال مثلا كان بيجر على رمضاء مكة، وكانت تضع الصخور العظيمة فوق صدره وظهره، وعبد الله بن أمية يقول له آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول بلال أحد أحد، مع أن المولى عز وجل أنزل آية بيعذر فيها المؤمنين وبيديهم رخصة أن أنت ممكن تقول كلمة الكفر بس من وراء قلبك، مدام قلبك مطمئن بالإيمان. قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فسيدنا عمر بن ياسر خد بالرخصة ديت لما أمه اتقتلت قدامه، كانت أول شهيدة في الإسلام اللي هي سمية لما طعنها أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، ثم بعد ذلك قتل ياسر اللي هو والد عمار. فلما قتل ياسر والد عمار ما بقي إلا عمار، فضلوا يعذبوه في سيدنا عمار عذاب شديد جدا، فاضطر إن هو يكفر أو ما مش يكفر يعني يقول كلمة الكفر، وإن هو يقول كلمة في حق النبي عليه السلام عشان يسكتهم وعشان يهرب من العذاب الشديد دوت. فذهب إلى النبي وهو يبكي، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تجد قلبك؟ شوف يا أخي سبحان الله، مش واحد بقى غير النبي يقول له: بقى أنت تقول في حق كلمة زي كده؟ يقول له: يا رسول الله كنت بتعذب. يقول له: إن شاء الله حتى يقطعوك، إيه المشكلة؟ لا، شوف النبي بقى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ده لكل الناس، أما للمؤمنين بقى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول له: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، تشغلش بالك، لو قال لك قول كلمة الكفر من وراء قلبك قولها، ما دام من وراء قلبك مفيش أي مشكلة. لكن سيدنا بلال أخذ بالعزيمة مش بالرخصة. سيدنا بلال كان بيعذب عذاب شديد جدا، وفضل يتعذب يتعذب يتعذب، ورغم ذلك
مش عايز نقولهم انهم عايزينه. لات والعزى لا اله من دون الله يقول احد احد. فيشوف ابو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الاحد، يروح يصف التجارات والاموال بتاعته ويشتري العبيد والارقاء. ومن ضمن من اشتراهم اشترى بلال رضي الله عنه وارضاه. فلما راح يشتريه من 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 الرجل الذي يملكه عبد الله بن ابي اميه، فقال له اتبيع بلالا؟ قال ابيع لا خير فيه. فقال له بكم تبيع؟ قال بعشر أواقٍ من ذهب. فراح مديله العشر أواقٍ من ذهب. طبعا الثاني بيقول له عشر أواقٍ ده عشان بس إيه يعني أي رقم وخلاص يعني. فأبو بكر الصديق راح مديله عشر وإياه الذهب. فقال له الرجل هو الكافر ده، قال له والله لو أبيت إلا أن تشتري بلالا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. يوم سيدنا أبو بكر بقى عايز يغيظه، قال له إيه؟ قال له والله لو أبيت أن أشتري بلالا إلا بمئة أوقية من ذهب لاشتريت بلالا. إن كان سيدنا بلال بقى رخيص عندك هو غالي عندنا. ولذلك بعد ما سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال، كان سيدنا عمر الخطاب بيقابل أبو بكر رضي الله عنه ورضاه يقول له إيه؟ يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على أستاذ البشرية اللي علمهم هذا الأدب الرفيع صلى الله عليه وسلم. فكان طبعا الصحابة كانوا بيعذبوا عذاب شديد جدا. في منهم الذين منهم من عمي بصره من شدة العذاب، منهم من خلعت أطرافه من شدة العذاب، منهم من قتل من شدة العذاب، منهم من أخرج من داري، منهم من قتلوا ولده، منهم من قتلوا امرأته، منهم عذاب شديد جدا. واضطهاد يعني صورة كده يعني صورة مقربة جدا للي بيحصل الآن من هذا الملعون بشار الأسد ومما يفعله في إخواننا وأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا. يا رب فرج همهم يا رب في هذه الليالي المباركة يا رب. وإن شاء الله والله بشرة طيبة يا أهل سوريا، يعني فعلا أشد ساعات الليل سوادا هي اللحظة التي يكون بعدها الفجر بفضل الله، وظهور نور الفجر بفضل الله. فظهور نور النصر إن شاء الله سيكون خلال أيام معدودات إن شاء الله. وهفكركم هنا على هذه الشاشة المباركة إن شاء الله ربنا ينجي أهل سوريا خلال أيام. مرت حاجات كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا، إن شاء الله ربنا ينجيهم إن شاء الله. كأني بكل أهل سوريا وهم عايزين النظام يعني السوري وبشار وأعوانه من الكفار الملحدين البعثيين، وهم عايزينهم يكفروا بالله سبحانه وتعالى ويعتنقوا هذه الديانة البعثية الكافرة، ومش عايزينهم يكونوا أهل سنة ولا غير ذلك. وأنا أظن يعني أتخيل وأتصور صورة سيدنا بلال في كل سوريا وفي كل سورية وفي كل طفل سوري وشيخ سوري، وهم كأنهم يكونون أحد أحد. لا يمكن أبدا أن احنا نتبع لا بعث ولا غير ذلك، لكن إن شاء الله بشار إلى زوال كما كان أبوه إلى زوال وكل من حوله إلى زوال، ولن تبقى إلا كلمة التوحيد على أرض سوريا إن شاء الله، وربنا ينجيهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع في عز العذاب ده كله لابد من تسلية. عارف حضرتك لما الواحد يبتلى بلاء شديد جدا فيجي له واحد ويقوم مسليه، سليه يعني ايه؟ يحكي له نكت؟ لا مش يحكي له نكت، يسليه يعني ايه؟ يعني مثلا واحد عنده مرض مثلا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، مرض السرطان. فلما يجي واحد يقول له الف سلامه يا حبيب قلبي، ربنا يا رب يشفيك ويعافيك ويتم شفاك على خير يا رب العالمين، وبعدين يا حبيب قلبي ما انتش وحدك، تعال بص النهارده الاف المرضى بل الاف الاطفال مرضى بنفس المرض. الكلمه دي تسليه. يعني معنى ايه؟ معنى ايه مختصرها؟ لست وحدك، لست وحدك أيها المبتلى. واحد مبتلى بزوجته، أو زوجة مبتلى بزوجها، أو واحد أو أم وأبو مبتلين بأولادهم، أو واحد ابتلي بمرض، أو واحد ضاعت ثروته، أو واحد ضاعت صحته، أو غير ذلك. لست وحدك، أي بلاء يخطر على بالك لست وحدك. ودي تسلية، تسلية دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، تسلية أهل الدنيا إن الإنسان يتسلى. ولذلك تلاقي المريض لما يكون في بيته جالس لوحده وهو مريض عمال يتأوه ليل ونهار، طب خد النفس المريض ده بقى حطه في مستشفى، حتى لو كانت مستشفى راقية حطه في مستشفى كده في وسط عنبر، كل اللي في العنبر ده مصابين بنفس المرض اللي الرجل ده مصاب بيه. فيجي يتأوه يلاقي اللي جنبه برضه بيتأوه، واللي قدامه واللي وراه واللي آخر العنبر، وناس كتيرة جدا ممكن يكون عندها مرض أشد من المرض اللي هو مصاب بيه. فيبتدي يحصل له إيه؟ شيء من التسلية، يقول الحمد لله أنا مش وحدي أهو، ده يمكن هم أكتر مني كمان، ده يمكن أنا أحسن منهم، الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمة العافية. فيشعر بنعمة العافية بسبب نعمة التسلية. المريض يتسلى بالمريض،
والفقير يتسلى بالفقير والمظلوم يتسلى بالمظلوم. لو انسان ظلم يقول مش انا لوحدي، ما ياما ناس اتظلمت. وحتى الانسان لما تلاقي واحد في السجن يقول لك ياما في السجن مظاليم، فعلا دي حقيقه، ياما في السجن مظاليم. الشاهد في موضوع ان نعمه التسليه نعمه كبيره جدا. ولذلك شوف بقى الخنساء اللي كان ليها اخ اسمه صخر، صخر دوت كان كافر ما كانش مسلم، وبعدين صخر دوت كان اللي حصل ان هو كافر، مات كافرا، وهي كانت كافرة كانت لسه ما أسلمتش، فكانت تقول إيه من شدة حزنها، طبعا ما كانش فيه بقى رضا بالقضاء والقدر إن لسه ما أسلمتش، فكانت تقول والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. وكانت تنشد أبياتا تقول فيها يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نعمة التسلية، لولا أن أنا عارفة أن في ناس كتيرة جدا إخواتهم ماتوا كنت انا بقى مت بسبب ان اخويا مات، لكن الحمد لله في ناس كتيره جدا اصيبوا بمثل مصابي، وبالتالي هي تسلت بمن اصيب بمثل اذى. النعمه دي بقى الكبيره دي يحرم منها اهل النار. يا رب عافينا من النار يا رب، وارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب العالمين. من ان في عذاب معنوي وفي عذاب حسي، واحنا اتكلمنا قبل كده حبيب قلبي عن عذاب اهل النار الحسي وعذاب اهل النار المعنوي، وعذاب خطير جدا. سبع انواع من العذاب بعدد ابواب النار، ويمكن تقريبا الدرس ده متوش نوت، لكن في درس ليا اسمه اصحاب الجنه واصحاب النار، بذكر في اصحاب الجنه ثمان انواع من النعيم المعنوي الذي اكرم الله به اهل الجنه، وبذكر في اهل النار سبع انواع من العذاب المعنوي مش الحسي، يعني ابتلى الله عز وجل به اهل النار، عقوبه لاهل النار. كان من ضمن العقوبه نزع التسليه. بمعنى ايه؟ تأمل معي قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الإمام القرطبي رحمه الله رحمة الله سعى بيشرح الآية دي شرح جميل جدا، بيقول إذا دخل أهل النار النار فيجتمع الكفار والمنافقون ويجتمع عصاة الموحدين. خد بالك، لأن في عصاة ممكن، يعني أي إنسان بيرتكب صغيرة كبيرة هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. فممكن ربنا يحاسبه وممكن ربنا ما يحاسبوش عليه، ممكن يعذبه ممكن ما يعذبوش، لأن الإمام النووي في شرح قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فذكر قول أهل العلم فأن المولى عز وجل لو شاء لغفر للعبد بلا توبة، يعني حتى لو العبد ما تبشي ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لو أراد أن يغفر العبد بلا توبة لغفر له، لكن الإنسان طبعا ما يعرضش نفسه لهذا الاختبار وهذا الامتحان الشديد، يعني ما قلش يموت بغير توبة وإن شاء الله ربنا إيه يغفر لي، قد لا يغفر لك، فلا تعرض نفسك لذلك، ولذلك كانت التوبة واجبة على كل مسلم. الشاهد ان الامام القرطبي بيشرح هذه الآية شرح جميل جدا، بيقول لك اذا دخل عصاة الموحدين مع الكفار المخلدين في النار، فالكفار اول ما شفوه معهم في النار يقول لهم ايه؟ يقول لهم ما اغنى عنكم اسلامكم، شفتوا بقى ادينا بقى اذا بيقولوا كده، شوف بيقول لك في الهوى سوا، لا دول في النار سوا، فبيقول ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتم وامنتم وعبدتوا ربكم وصليتوا وتعبتوا وعملتوا، واحنا بقى عشناها ايه؟ يعني فانتازية كده وقضيناها كده، وكنا مريحين العظمتين ومروقين الاناني وكنا ماشيين زي الفل يعني، واحنا الاثنين بقينا في النار. فيغضب المولى عز وجل لاهل التوحيد ويامر الملائكه ان تخرج اهل الايمان من العصاه اللي هم المعصاه الموحدين، ان يخرجهم من النار الى الجنه. فحينئذ تغلق ابواب الجنه. تغلق ليه؟ لان خلاص ما فيش حد خارج، ما بقي في النار الا المخلدون، المخلدون دول مش خارجين، واخد بالك؟ ففي اللحظه دي طبعا النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أوقد عليه ألف عام حتى أحمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء قاتمة، خد بالك، فهي مظلمة. ففي الوقت ده وفي اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى يجعل يأمر الملائكة في النار أن يتخلي كل واحد من أهل النار في مكان لوحده مخصوص في النار، اللي هو بيسموه في الدنيا سجن انفرادي، يعني هو في النار وسجن انفرادي. في اللحظة دي حينما تغلق أبواب النار وكل واحد يتحبس لوحده في النار، فيظن كل واحد منهم أن كل أهل النار خرجوا ولم يبقى إلا هو، فلا يتسلى بأحد. هذا هو قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تعالوا نكمل مع بعض سبب نزول هذه الآية، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. عيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل ما نكمل موضوعنا أتمنى ودي رسالة ووصية من أخوكم، أتمنى أن أي حد من ربنا كرمهم موسع عليهم رجال أعمال أو غير ذلك، ياريت الموسوعة الذهبية اللي هي لطلبة العلم والشباب والأطفال، ياريت كل واحد يجيب مجموعة كده ويوزعها على طلبة العلم. أنا على قد ما قدرت وعلى قد ما قدرت 300 مجموعة وزعتها على مشايخ وطلبة علم غير ذلك. فكل ربنا يعني دي وصيتي فعلا عن يعني ربنا يكرمكم. أتمنى كل الموسوعة دي والله العظيم مش من باب حاجة، إنما من باب إن دي موسوعة لطالب العلم يقرأها بفضل الله هيبقى عنده أرضية جميلة جدا في جميع علوم الدين. فأتمنى تكون في بيت كل مسلم. يعني أنا يوم ما بروح لواحد، كنت زمان لما بروح لحد مثلا ممكن أخذ له مثلا علبة شوكولاتة، علبة شوكولاتة بكام النهاردة؟ تخش لي مثلا في 150 جنيه 200 جنيه. طيب بقيت اقول لا، بدل ما ودي علبه شوكولاته ولا بتاع، بقيت والله اخش على اي واحد بهديه بمجموعه زي كده اقول له دي خليها في بيتك هديه تدوم العمر كله، تبقى ليك ولاولادك ولاحفادك، ويبقى في ميزان حسناتنا جميعا. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح العمل. تعالوا نكمل موضوع قتل اصحاب الاخدود. في عز بقى الابتلاء الشديد اللي نزل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في عز العذاب اللي كانوا بيعانوا منه، لابد من تسليه. لابد الانسان لما بيكون مبتلى ولما يكون في يعني في شده لازم حد يطبطب عليه. والله العظيم كنت احيانا اقابل بعض الناس اللي ربنا ابتلاهم ابتلاءات شديده، كنت اقول له محتاج ايه؟ يقول لي ما كنتش محتاج غير كده، ان انت خدتني في حضنك وطبطبت عليا. مجرد في ناس سبحانك يا رب فرج هم كل مهموم وكرب كل مكروب يا رب، وارفع الظلم عن المظلومين. الله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله، أحيانا أكون مثلا رايح إلى مكان ما أو في مشوار ما، أحيانا أقابل بعض الناس ألاقي واحد داخل علي فأخده بالحضن وسلم عليه وبوسه، فألاقيه بيبكي، ألاقيه بيبكي، فبقول له في حاجة؟ يقول لي والله العظيم أنا كنت بس محتاج إنسان يطبطب علي. تخيل، اقول يقول لي والله لا اولادي بيسالوا فيا، ولا زوجتي بتعاملني كويس، ولا حد، ولا ليا صاحب بيتعامل معايا كويس، كنت محتاج انسان يطبطب عليا بس، انا مش عايز اكتر من كده. تخيل حضرتك حاجه كده، المعنى ده ممكن يحصل لانسان في وقت ما. اذكر ان اخ حبيب ليا بيقول لي في يوم من الايام بتريد ابتلاء شديد جدا، فبعدين كل اللي حواليا مش حاسين بيا، بيقول لي لقيت نفسي يعني تلقائيا كده خدت عربيتي وسافرت من بلد لبلد، يعني مثلا من القاهره مثلا لاسكندريه مثلا او اي بلد. فبيقول لي سافرت من بلد لبلد لان لي صديق بحبه في الله. قال لي والله العظيم انا ما سافرت الا لذلك. رحت له اتصلت عليه، انا جاي لك مش هقعد معاك اكتر من 5 دقائق. راح له قعد معاه وبعدين خده بالحضن وطبطب عليه وبكى. فبيقول له فيه، قال له انا جاي هنا عشان الحضن ده والطبطبه دي، كنت محتاج حد يطبطب عليا. هي دي بقى المسألة، إن 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 الإنسان في عز ابتلاءه بيحتاج حد يقف، ما يديلوش حاجة، مش مهم يديله حاجة، المهم بس يطبطب عليه. فهم الصحابة كانوا محتاجين حد يطبطب عليهم. الآية دي بقى كانت بمثابة الطبطبة أو الصورة دي، إن ربنا بيقول لهم مش أنتوا لوحدكم، في ناس اتعذبوا، في ناس. ولا زي فاكر حديث البخاري لما خباب بن الأرت كان بيتعذب عذاب شديد جدا وراح للنبي، ده سيدنا خباب ده كان بيتعذب عذاب، يعني انا مش قادر اقول لحضراتكم ده كان ام انمار الخزاعيه ليه كانت تملكه، كانت بتامر الناس اللي عندها الخدم يولعوا له الخشب لحد ما يبقى فحم، ويروحوا مقلعينه نص الهدوم اللي فوق ديت وينيموه على الخشب ده اللي هو على الفحم. قال فما يطفئ النار الا ودك شحم ظهري، كان الدهن اللي في جسمه كان يسيح وينزل على الفحم يطفيه. متخيل حضراتكم العذاب؟ فرايح للنبي بيقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا؟ هو ما طلبش حاجه حرام يا جماعه، بس النبي عايز يعرفهم اصبروا واحتسبوا. بيقول له إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيه، وده اللي يحصل لبعض للثلاثة أو اثنين من أصحاب الهدود، اللي هو الساحر اللي هو الراهب واللي هو جليس الملك، يحصل لهم نفس الحكاية دي. فيحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع المنشار عند مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ما يصده ذلك عن ديني ولكنكم قوم تستعجلون. لقاه ييأس فراح مديله الأمل، قال والذي نفسي بيدي أو والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. إيه دي المسألة؟ ففي عز البلاء ده كله نزلت الآيات بتاعت سورة البروج،
وحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود من أجل أن هم يتسلوا ويصبروا ويقولوا الحمد لله ما احناش لوحدنا، ويا ما أمم اتعذبت ويا ما ناس اتعذبت، نصبر ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى. إيه قصة أصحاب الأخدود؟ هناخدها باختصار شديد جدا لأن القصة محتاجة، لو حبينا ندرسها ممكن نعملها سلسلة كاملة في رمضان بدون مبالغة، ناخدها كده حتة حتة وندرسها في 30 حلقة مفيش أي مشكلة خالص بمرة. وأنا أذكر أن في رمضان من رمضانات هنا في بداية قناة الناس أذكر أن درستها هنا في حوالي على ما أذكر كان تقريبا 10 حلقات. الشاهد في الموضوع القصة رواها الإمام مسلم عن سيدنا صهيب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بقى عن قصة أصحاب الأخدود، بيقول كان ملك في من كان قبلكم. طبعا الملوك اللي كانوا في الزمنة بتاعت زمان ديت كانت ملوك بقى كانوا بيملكوا ملك مش طبيعي، يعني ممكن ملك في الزمان ده يحكم قطعة أرض مثلا بسيطة، مش يعني مثلا ممكن تكون مثلا 500 كيلو مثلا أو 300 كيلو أو ممكن 1000 كيلو، خد بالك. لا ده زمان كان ممكن الملك مثلا يحكم نص الكرة الأرضية أو ربعها. فكان ملك في من كان قبلكم، الملك ده عشان يوطد الملك بتاعه لابد له من ساحر، وساحر هذا الزمان هو التلفاز الإعلام، ولذلك كان من ضمن الدعائم التي يثبت بها الطواغيت ملكهم كان هي مسألة الإعلام، اللي هي زي قول المولى عز وجل حكايا عن فرعون لما بيقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ذروني أقتل موسى، ده كلام منطقي؟ يعني عايز تقول لي أن رئيس جمهورية بيقول للشعب كله سيبوني اقتل فلان؟ هو حد حيشك؟ ده انت رئيس جمهورية، ده انت راجل يعني بصبع كده تشاور اشارة كده راجل ده خلاص وراح ورا الشمس. اما يعني ايه ذروني اقتل موسى؟ افهموا بقى المعنى الجميل دوت بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ايه ذروني اقتل موسى؟ هيئوا لي الجو، ظبطوا لي الدنيا زي ما كان في النظام السابق، انا عايز اسجن الناس الملتزمين دولت، خد بالك. اسجنهم ازاي؟ ما هو الناس برضو بتحبهم، بتشوف منهم خير، بتشوف منهم مساعدات، بتشوف منهم علم، بتشوف ادب، بتشوف اخلاق. طبعا لكل حاله لكل يعني قاعده شواذ، ممكن تلاقي ناس على غير ذلك، لكن الناس قله قليله، لكن انا بتكلم على العموم، ناس عندهم خلق، ناس عندهم معامله طيبه الى غير ذلك. فهو عايز يعذبهم ويبهدلهم ويرميهم في السجون والمعتقلات، يعمل ايه؟ يوم جايب بعض علماء السوء اللي كانوا مسيسين في النظام السابق ويقول لهم ايه؟ يعني اطلعوا قولوا مثلا ان الشباب الملتزم دولت ارهابيين ومتطرفين ومنحرفين الى غير ذلك ومتهورين والى غير ذلك، خد بالك. وقعد بقى تكتر بقى من كلمه التطرف والمتطرفين والتطرف. انا ما اذكر في التسعينات اذكر ان كان ليل ونهار التلفزيون والجرايد المتطرفين والتطرف والارهاب والمتطرف، من كثر ما شبعنا من الكلام زهقنا. ففي دعاء بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن كتر الكلمة ما كانت بتتقال فقلت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطرفين، فجت كده قدر يعني. فزوجتي جنبي بتقول لي تقول لي، قلت لها والله ما خدت بالي من كتر الكلمة ما بتتقال في الودان. فيعمل إيه؟ يقول لك هيئوا المجتمع، اعمل لي تفجيرين ثلاثة هنا، قول ايه وزبطنا ثلاثة ملتحين وكان مش عارف ايه وعمل كذا. الناس تقول هم الملتحين اللي خربين الدنيا، هم اللي دمروا السياحة، هم اللي عملوا. يوم يجي بقى لما يجي الامن يقبض على الناس ديت ويرميهم في السجون، الناس تقول ايه؟ والله العظيم يستاهلوا. هي دي ذروني اقتل موسى. يعني ايه ذروني اقتل موسى؟ هي قول الجو، اخبطوا في موسى، رزعوا فيه، قولوا ده مجنون، قولوا ده كذا، قولوا ده كذا، عشان لما اجي اعمل فيه حاجه الشعب يقول ايه؟ والله العظيم يستحق بجد. يعني ايه اللي خلى سيدنا موسى يعمل كده؟ فاهم ازاي؟ فهو هدي ذروني اقتل موسى. فساحر هذه الازمنه هو الاعلام، الاعلام اللي لحد النهارده. تخيل حضرتك في ظل ما ربنا اكرمنا برئيس محترم، والله العظيم بقولها من كل قلبي، والله لا ناقه لي عند هذا الرجل ولا جمل ابدا. شوف قد ايه، والله العظيم اقسم بالله سبحانه وتعالى، وقفنا جنبه ودعمناه في الانتخابات الحمد لله رب العالمين، لكن والله لا ناقه لنا ولا جمل. احنا هذا الرجل بنحبه في الله انه رجل فاضل، شفناش حد من الرؤساء السابقين قلبه على البلد بالمنظر ده ابدا في حياتنا، شفناش واحد بالمنظر ده، رجل يعني بيقول مش عايز مرتبي مش بقى يعني التانيين ما شاء الله المرتبات والسرقات والنهب والنهب وما شاء الله، يعني مش قادر اقول لحضرتك على اللي كان بيحصل، حاجات مهازل طبعا حضراتكم عارفين طبعا المليارات اللي راحت بره واللي ما نعرفش عنها حاجه لحد الان.
فراجل محترم، راجل في القمة. ورغم ذلك تخيل حضرتك ان في ناس في الاعلام لحد النهاردة بيحاربوا هذا الرجل المحترم. هي دي المسألة، هو ده الساحر بقى اللي شغال اليومين دولت. ساحر شغال لحد الان في ان هو بيوالي النظام السابق لحد وقتنا هذا. حد وقتنا هذا ساحر بيوالي النظام السابق لحد الان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. لازم الساحر ده ليه؟ علشان يقول للشعب كذا وخدوا بالكم ولازم نعمل ووا، وعشان يمهد الجو للملك، وعشان لو في حاجة محتاجة سحر هو يخلص له على الموضوع ده، ولو فيه ولو فيه ويقعد يزبط له الدنيا. فكان محتاج الساحر ده. فلما كبر الساحر قال للملك ايه؟ ما قالوش بقى ايه انا كبرت في سن، انا عندي مثلا 80 سنة. ما قالوش انا كبرت بقى، ما تيجي نتوب بقى الى الله وكفاية، انت الناس بتعبدك من دون الله وانا بخلي الناس تعبدك، كفاية كده بقى، تعالى نعبد ربنا بقى، وتعالى بقى نبعد عن المخالفات الصعبة ديت، وتعالى بقى نوحد ربنا سبحانه وتعالى. لا لا لا، مستمر الراجل. يعني معروف الانسان لما يكبر بيتوب، ده مش عايز يتوب، ده كمان مش عايز يتوب بس، ده كمان عايز الشر يستمر من بعد موته. فبيقول له ابغني غلاما صغيرا اعلمه السحر. طب ليه غلام صغير؟ قال لك لان التعليم في الصغر كان نقش الحجر. الغلام ده انا لما اعلمه السحر يقعد معاك سنوات طويله جدا يخدمك، يبقى انا كده خدمتك خدمه العمر كله. خد بالك، الملك عمل شويه مسابقات لحد ما خلص الموضوع وقدر يجمع، يقدر يحصل على افضل غلام واذكى غلام علشان يتعلم السحر. وبدا الغلام يجي لهم علشان يتعلم السحر على يد هذا الساحر. ايه اللي حصل في القصه وايه الدروس المستفاده؟ ده اللي احنا هنعرفه بكره ان شاء الله في ايه وحكايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالعيون والمشاعر واليقين لما نقرأ في الكتاب المسلم.